يدخل علينا. خلاص يبقى احنا هندخل بقى على ايه؟ الترتيب الرئيسي. لو جيت الترتيب الرئيسي من اول حاجه موجود عندنا سكر خماسي. خلاص يبقى موجود عندنا فين؟ السكر الخماسي وهنا الاكسجينات والكربون الخمسه سته هنا عشان ما حدش يكون فيه كربون الخمسه. يبقى لو كان عندي كده يبقى عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. وبناخد عندنا في التركيب عندنا واحد داش اثنين داش ثلاثه داش اربعه داش خمسه داش. بيبقى موجود عندنا يا جماعه التركيب بتاعهم بس بيحمل القواعد النيتروجينية. ففي هو هنا مين؟ القواعد الايه؟ النيتروجينية. خلاص وهنشوف انواع القواعد النيتروجينية اللي موجودة عندنا. خلاص؟ وبيبقى موجود عندنا هنا في ذرات الايه؟ الفسفور. وبتيجي عندنا الوظيفة هي الكربون. الشكل نفسه متكامل. ايه اللي بيحتاج؟ القواعد مين؟ النيتروجينية. فالقواعد النيتروجينية اما تكون اللي هي البيورينز خلاص؟ اللي احنا قلنا عليهم ايه؟ من نوع مين؟ المستوى خلاص؟ يبقى موجود عندنا ده الادينين ولا اختصارها مين؟ الاي والجوانين بتاخد اختصار ايه؟ الجي او ان هي تكون من الفرينيدين ودول عندنا مين؟ السينين والسيتوزين. ودلوقتي انا بتكلم على مين؟ على الدي ان ايه خلاص؟ طيب لو جاب موجود عندنا شكل الرابطه مع بعضها لان برضه في بعض الناس سالوا عن ازاي تربط القواعد او الجزئيات اللي بتربط مع بعضها. اللي احنا مشهور قوي ما بين القواعد الهيدروجينيه وبعضها ربط ايه؟ هيدروجينين. قلنا دي بتتفك بالتسخين او حتى التغيير في البي اتش وبتمسك لما ترجع تاني لبره تاني بترجع اللي هي النيتريشن والدينيتريشن. خلاص؟ طيب لو جينا نشوف ان الدي ان ايه ما بينه وما بين بعض في رابطه فوسفاتيه. خلاص؟ وطبعا خدتوا في الكيمياء كلمه استر. خلاص؟ استر بوم اللي هي اللايت استر بوم اللي موجوده عندنا يبقى الدرجه في النص والرابطه حوالين منها. علشان كده بنقول ايه؟ ضربه فوسفاتيه او التسميه الانجليزيه دي مكتوبه صح او اصح اللي هي الفوسفو دايستر بوم. خلاص؟ نظام الرابطه وفي نص ايه؟ ذره في النص ماسكه فيه. خلاص؟ فدي دي اللي بتربط لي ما بين شريط الدي ان ايه واحد يعني واحده في الدي ان ايه. خلاص؟ موجودين في نفس الشريط الرابطه اللي موجوده عندنا رابطه ايه؟ فوسفاتيه. بتربط ما بين شرط الكربون الثالثة لو كان دي رقم كام؟ ثلاثة. طيب دي اللي تحت بتمسك بالدار رقم كام؟ خمسة. خلاص هنا ثلاثة داش خمسة داش. فبيبقى الربط عندنا ما بين ذرات الكربون رقم ثلاثة وذرات الكربون رقم كام؟ خمسة. علشان كده دايما هتلاقي عن في نهاية الشريط بعض قرن بذرة الكربون رقم خمسة والطرف الآخر القرن اللي فيه أو ذرة الكربون القرن اللي فيها رقم كام؟ ثلاثة. علشان كده لما بنيجي نسمي بنسميه باتجاه الفايف داش ثري داش. ولما نيجي نمسكوا مع بعض الاثنين بيرجعوا يلفوا. يعني لو الصباعين دول باتجاه القمر ده هو الاتجاه 5 داش والمرتبط بذراعي ده هو 3 داش. لما بيمسكوا بيمسكوا عكس الكاس. خلاص؟ لما بيجي يحصل الشريط دي ان ايه مستوى بيكون الاثنين ايه؟ عكس بعض. واحد نهايته 5 داش والثاني نهايته ايه؟ 3 داش. ماشي الحال؟ يبقى ده بالنسبه للقواعد النيتروجينيه او النيوكليوتيد تكامل حينما ترتبط مع النوكليتيد الاخرى في نفس شريط الدي ان اي. موجود عندنا هنا برضه
الشكل اللي هو هو كده في الموضوع خلاص. يبقى انا موجود عندنا السكر الخماسي، موجود عندنا الوحده المتكرره من السكر، الرابطه التصفيقيه اللي هي السيت مونت اللي موجود عندنا، والرابطه الهيدروجينيه قلنا ما بين ادينين وثيمين عباره عن كام؟ اثنين. طيب ما بين جوانين وسيتوسين عباره عن كام؟ ثلاث. خلاص عندي هنا لحد دلوقتي خدنا كام نوع من الروابط؟ نوعين. رابطه تصفيقيه ودي موجوده عشان تكون لي شريط دي ان ايه، والرابطه الهيدروجينيه علشان ازدواج اشرطه الدي ان ايه. يبقى الدي ان ايه لما يمسكوا مع بعض بيبقى فيه اتجاه ايه؟ المعاكس بروابط هيدروجينيه. خلاص؟ وده برضه لما نيجي نطلع بقى على مستوى الذرات، خلاص؟ نبدا نشرح الذرات الموجوده عندنا، واللي موجود في اللون الاحمر ده احد روابط ايه؟ الفوسفاتين. يبقى مجموعه الفوسفات الموجوده عندنا اصبحت في نص الايه؟ الرابطه، وعندي داي استر، احنا عارفين الرابطه الاستر اللي هي الايه؟ او ونص وسط رابطتين، دي اللي هي الاستر فورم صح؟ دي الاستر فورم يا جماعه؟ انا فاكر كانوا قدامنا زمان في تكوين الصابون؟ دي هي بتفعل الكحول مع الكحول مع ايه؟ مع الجليسرين، ما هو الجليسرين هو مثل الكحول يا جماعه. الكحول مع الكام صح؟ ولا مع الفعل؟ لا 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 مش بس كده، انت ما كنتش كامل. كحول وكام؟ يبقى الاستر ماي اهو. ده بعد بتاعت كيمياء بسيط خالص. بعدين الكحول مع الكام بيدي ايه؟ الاستر ماي. هنا بقى موجود عندنا متمثل كده بالشكل الاول، وكان في الورطه الاستريه هي عباره عن رابطه بيتوسطها ذره اكسجين. فعندنا لو قلت لكم التسميه الانجليزيه صح هتقول رابطه فسفاتيه وخلاص. ده هتلاقي فوسفو ضرب ضايع كام؟ كام؟ اثنين. ده واحد، ده اثنين. طيب والفوسفو والفوسفيت في النص. يبقى ده الفوسفو ده يكسر بوم، يبقى في عندنا الفوسفيت في النص، وفي عندي رابطتين استريتين او استريتين. خلاص؟ وده قلنا بيكون لي ايه؟ قشر. طيب لما جه هنا ما بين ايه؟ دي قلنا اثنين، ما بين الجي والسي قلنا في ايه؟ ثلاثه. حاجه ثانيه عندي النهايات الاربعه، عندي هنا في سنه الضربه رقم كام؟ رقم كام؟ ها ما انت تعالى واحده ما تخبطش عليها ونعد. ها العد ده ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه ده ايه؟ خمسه. يبقى ده عندنا كام واحد دلوقتي؟ خمسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. يبقى انا الفقره اللي فوق دي رقم كام؟ خمسه. عشان كده بسميها البوينت ماس النهايه الموجوده عند ايه؟ خمسه في شهر. ماشي الحال؟ طيب النهايه بعدها خمسه في شهر حفظ، النهايه الثانيه ايه؟ ده ايه؟ ده عامل حفظ. درجه الاكسجين اللي موجوده او الرو اتش، مجموعه الرو اتش اللي موجوده فين؟ ها؟ هي دي بتتكلم في ايه؟ ها؟ قاره بتديني ثلاث شرطه او نهايه ثلاث شرطه او 3 داش او 3 بار اتش.